يسمونه موسى الانصاري. كبيره من الكبار اللي سويتها انا الحين. ها؟ ارتكبت كبيره انا. لكن اكلك ولا بنشوفك يعني. الله يكرمك، ما هو دائما المطبخ. تعود على صعب لا انا ما امشي لا انا ما امشي
جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى هي القريبة من مكة المكرمة، ووقتها يمتد من بعد منتصف ليلة العيد إلى الفجر، إلى فجر أول أيام التشريق، يعني لا زال الوقت ممتدا في هذا الليل حتى الفجر. فإن فات الإنسان الرمي في هذا اليوم فيجمع رمي يوم مع اليوم الذي يليه، وهذا قد نص عليه الفقهاء واستنبطوه من أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أيام التشريق هي كلها أيام رمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق اللي هو رابع العيد. بالنسبة للرمي فطبعا للمستطيع، الذي لا يستطيع أن يرمي ليس عملية الرمي فقط، إنما حتى الوصول إلى المرمى، فيوكل غيره سواء من أهله أو من غير أهله العقبة وبسبع حصيات. ومن وكل في الرمي فيرمي أولا عن نفسه، يرمي أولا عن نفسه سبع حصيات ثم يرمي عن ما وكله. سنذكر الآن مسائل في قضية الرمي الصغرى والوسطى والكبرى، ونحن حسب البرنامج سنتأخر إن شاء الله لنرمي الجمرات الثلاث في الثلاثة أيام التشريق، وهو فعل النبي عليها أنه، لكن إذا تعسرت الأمور التي يعني هي مستحبة في other days all the تشريق days are time for making them. So suppose somebody has that or was not able, then he can do it, but the time to do جمرة العقبة or even the first day or second day still he can do it, and the and he does it for the first day, then he does it for the second day. He will do the جمرة الكبرى, then he will go for the small, medium, major. Okay, first to make rami for yourself in بعدين يكون